كعادتها كل عام واحتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، شهدت أسواق مدينة بني وليد هذه الأيام إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء مستلزمات الاحتفاء بهذه المناسبة. ولا تختلف عادات الأسرة في مدينة بني وليد عن باقي المدن، حيث تستعد العائلات لإحياء ذكرى الرسول الكريم بإقامة حلقات الذكر ومدح الرسول في عدد كبير من المساجد والزوايا الصوفية. وهذه سنة نسأل الله أن تكون سنة خير وفتح للأمة الإسلامية، وأن يلم الله شمل الليبيين وأن يوحدهم على كلمة سواء. وكتجار السنة هذه إن شاء الله تقف على مقاطعة المنتجات الفرنسية، والمنتجات كلها إن شاء الله موجود فيها منتجات فرنسية، غيرة ومقاطعة المنتجات الفرنسية لإساءتهم لرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ومع بداية اقتراب المولد الشريف، تنشط الأسواق والباعة المتجولون في أحياء المدينة ببيع القناديل والألعاب ابتهاجاً بالذكرى ومحافظة منهم على العادات التي ورثوها من الأجداد. ونحن اليوم نحتفل بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتفالات موجودة ولنا طقوس في هذه الاحتفالات، وحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم متعمق ومتأصل في الجذور، ونحتفل كباقي الأمة الإسلامية. وللاحتفالات يعني متنوعة بالذكر وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبالألعاب وبغيرها، يعني نتحفظ بعض الشيء على بعض الألعاب النارية، ولكن لا يضر هذا شيء لأننا نحن نعبر عن فرحتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج الأطفال يوم المولد بقناديلهم مرددين شعارات تدل على حب الرسول الكريم وإظهاراً للفرحة وابتهاجاً بهذه المناسبة العظيمة لما لها من أثر في نفوس أهالي المدينة.